إذن الخبر الثاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى، استمرار الدعم المصري للشقاء بدولة تونس تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار تونس الدولي، محملة بأطناب من المساعدات الطبية للشعب الشقيق التونسي. حفظ الله الأمة العربية دائما بكل خير. أيضا كما تعودنا دائما من رجال الأمن والأمان أصحاب الرسالة السامية لشعبنا المصري الحبيب، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن الآتي: ضبط 9220 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 9187 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 33 شخص سددوا الغرامة المقررة، تحرير 797 مخالفة المحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق. عايزين نقول لكل الناس مش معنى ذلك ان رجل الشرطة بيغرمك وبيخالفك عشان الكمامات، ده عشان في المقام الاول بيخاف عليك وبيحافظ عليك وعلى اسرتك وعلى اهلك وناسك، وبالتالي لازم احنا كمان نساعد رجال الامن على هذا الانضباط. حفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل سوء يا رب العالمين. ايضا الحقيقه نروح كمان للخبر الامني الجميل في محافظه الشرقيه، والسيد مساعد اول وزير الداخليه لامن الشرقيه على الدور الهام الذي حدث بالشرقيه في مركز فاقوس. الشكر موصول لمديريه امن الشرقيه لتمكنهم من القبض على الجناه المتهمين بالتعدي على مواطن داخل منزله في قريه اكياد مركز فاقوس وسحله وضربه بلا رحمة بالشوم بعد تداول مقطع فيديو الواقع على الفور. وجه اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية والعميد عمرو رؤوف مدير مباحث الشرقية: دائما رجال الأمن والأمان في كل يقظة معكم أيها المواطنين والشعب المصري العظيم. وأنا قلت 100 مرة اللي يبقى فاهم إن رجال الأمن والأمان مش معاكم في كل صغيرة وكبيرة، خدوها مني صراحة يبقى بتلبس في الحيط. فكن فايق لنفسك وكن واعي وشوف بتعمل ايه، لان رجال الامن مش هيسيبوك تعبس في حق الوطن وابناء الوطن. ايضا عندي رساله الحقيقه من ابناء بلبيس لمحافظ الشرقيه السيد الاستاذ الدكتور ممدوح غراب: هذا الرجل المحترم القيمه والقامه والرجل ذات الخلق العالي الرفيع، فعلا هذا الرجل مع الناس في الشارع موجود بينزل بعربيته. الشكر برسالة من أبناء من أبناء البيس بيشكروا سيادتك على مجهودك المحترم وتواجدك مع أبناء الشعب الشرقاوي، تستحق خالص التقديم والدعاء لسيادتك وكل من يساعد سيادتك على نجاح مهمتك في محافظة الشرقية. موفق بإذن الله تعالى.